في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. فلاش بيجري بسرعة عشان يوصل مدينة بوسان لأن في زلزال قوي مدمر هناك، وبيستخدم فلاش سرعته المهولة وبينقذ الناس، وبيقول له ألفريد على الأماكن اللي اتدمرت عشان يروح وينقذ الناس. وباتمان بيطارد عصابة سرقوا فيروس مميت من مختبر مدينة بوسان وبيطردوهم الشرطة، وبيشوف فلاش مستشفى للأطفال بتنهار وبيسقط الأطفال من المبنى، وبيكتشف فلاش إن طاقته خلصت وبيستخدم سرعته الخارقة وبيشرب عصير من التلاجة اللي بتسقط عشان ياخد طاقة وبينقذ الأطفال. بيقفز باتمان على سيارة العصابة وبيتمكن منهم، وبيهرب السواق منه وبيخاف وبيقفز من السيارة أثناء سيرها، وبتسقط السيارة في المية وبيرمي خطاه فوق الجسر بعد ما أخد رئيس العصابة، وبتساعده واندا وبتمشي. وبينهي فلاش وباتمان جميع مهمتهم بنجاح. بيتصل باري الاسم الحقيقي لفلاش بوالده المسجون ظلم في السجن، وبيقول له انه لسه ما توصلش لدليل براءته، وبيقول له هعمل استئناف لحد ما اجد دليل براءتك. وبيتذكر باري اليوم اللي ماتت فيه امه وكان هو صغير، وبيسمع امه بتصرخ وبينزل يشوفها، وبيشوفها مطعونة، وابوه بيقول له يتصل بالشرطة. وبيحزن باري بشدة عشان والده المتهم ظلم بقتل امه، وبيجري لا شعوريا بسرعته الخارقة عشان ينسى حزنه، وبيلاقي نفسه انتقل بالزمن لمكان غريب نتيجة سرعته اللي بتفوق سرعة الضوء، وبيشوف كل احداث الماضي امامه، وبيشوف الاطفال اللي انقذهم من سقوطهم من فوق المبنى، وبيعرف انه بكده بيقدر ينتقل ويسافر عبر الزمن. وبيحكي على اللي حصله لبروس وين، وبيقول له ان هل كده ممكن يسافر بالزمن عبر الماضي وينقذ امه من الموت وينقذ ابوه من السجن، لكن بروس بيرفض وبيقول له اي تغيير في الماضي ممكن يؤثر على المستقبل وبالتالي هتبقى فيه عواقب وخيمة. وبتذكر باري ان امه في الماضي طلبت من هنري ابوه يجيب برطمان صلصة من السوبر ماركت اثناء حادث وفاتها، لكن وجه ابوه مش بيظهر في الفيديو. وبيقول إيريس صديقته أنه لو رجع بالزمن للماضي ويجيب برطمان الصلصة لأمه عشان أبوه ما يخرجش ويمنع موتها وسجن أبوه، وبيقرر يسافر بالزمن للماضي عشان ينفذ فكرته، وبيستغل سرعته الخارقة وبيختار اليوم اللي عاوزه في الماضي، وهو يوم كانت أمه موجودة في السوبر ماركت، وبياخد برطمان صلصة وبيضعه في عربة المشتريات اللي بتسحبها، وبيرجع تاني للوقت الحاضر، وبيمر بذكريات الماضي لأبوه وأمه أثناء جريه بالزمن، لكن بيظهر أمامه شخص غريب وبيضربه وما بيرجعش للوقت الحاضر، وبيلاقي نفسه في الماضي تاني، وبياخد لبس من بعض الناس اللي ماشيين في الشارع، وبيروح منزله وبيشوف أمه وأبوه واللي مستغربين من قصة شعره، وبيقعد يتغدى معاهم وهو في منتهى السعادة، وبيشوف نفسه جاي للمنزل أثناء ما كان لسه مراهق بعمر 18 سنة، وبيخرج يحاول يمنع نفسه من دخول البيت، وبيشرح لنفسه لكن الغطا بيقع من على وجهه، وبيشوف باري الصغير نفسه أمامه باري الكبير، وبيفقد الوعي من الصدمة، وبياخده لغرفته وبيشرح له عن اللي بيحصل وإزاي وصل وإزاي بيشوفوا نسخة من نفسهم، وبيحكي له إزاي حصل على قوته الخارقة لما البرق ضربه، وبيعرف إنه نفس اليوم اللي حصل فيه على قوته وبالتحديد بعد نص ساعة، وبيخاف يحصل تضارب ومعضلات في الزمن، وبيطلب من باري الصغير يروح المختبر بعد نص ساعة عشان يحصل على قوته الخارقة اللي خايف يفقدها لو ما راحش باري الصغير وضربه البرق، وبياخده وبيروحوا المختبر، وبيشيله باري الكبير وبيستخدم قدراته الخارقة اللي بتجعله يمر من أي باب مغلق أو جدران، وبيقعد باري الصغير على نفس الكرسي اللي جلس عليه في الماضي لما البرق ضربه، وبيخاف لكنه بيهديه، وبيوصل البرق المعمل وبيمتزج بالمواد الكيماوية اللي في الأرفف، وبيضرب باري الكبير وبعدين بيضرب باري الصغير، وبيسقطوا الاتنين على الأرض،
وبيشوف باري الكبير الجرح بيلتئم عند باري الصغير، وبياخدوا وبيحاولوا يهربوا من حراس الأمن، وبيحاول يعدي من الجدران زي السابق، وبيجرب تاني وبيحاول يجري بسرعته الخارقة لكن ما بيقدرش، وبيتأكد انه فقد قوته الخارقة لما البرق ضربه لتاني مرة، لكن بيحصل باري الصغير على نفس القوة الخارقة اللي كان بيمتلكها لما ضربه البرق، وبيجرب يجري بسرعة وبينبهر جدا بسرعته المهولة، لكن هدومه بتشتعل وما يعرفش انه لازم يلبس ملابس من نوع معين، وبيقول له باري الكبير ان الخاتم ده بيجلب البدلة اللي بيرتديها اثناء حصوله على قوته بمجرد ما يضغط عليها، وبيجرب وبيظهر امامه البدلة وبيلبسها. بيظهر شخص فجأة على جميع اجهزة التلفزيون اسمه جنرال زود، وهو شخص من عالم اخر حاضر لكوكب الارض عشان يحارب سوبرمان، وبيشرح له باري الكبير ازاي المعركة حصلت بينه وبين سوبرمان، وازاي اتغلب عليه سوبرمان بعد ما قتل زود الاف الناس، وبيقول له انه كان موجود واستخدم قوته الخارقة عشان ينقذ الناس من الدمار اللي سببه زود بسفينته الفضائية واللي كانت مستمرة في تدمير الارض، وان سوبرمان ما كانش موجود في الاول عشان ينقذ الارض من زود، وبيقول له انه لو قدر يقول لسوبرمان وفريق العدالة عشان يحضروا بسرعة ويمنعوا زود وينقذوا الاف الناس. وبيرجعوا للبيت وبيبحث في شبكة الانترنت عن فريق العدالة، لكنه مش عارف يتوصل لأي عضو منهم، وبيستنتج انه لما سافر عبر الزمن تسبب في اختفاء شخصيات كتيرة واصبح في تغير في الاحداث بعد ما اكتشف عدم وجود اكوامان وواندا وغيرهم. ولما بيسأل عن باتمان بيقول له باري الصغير انه موجود بس ما حدش يعرف شخصيته الحقيقية، وبياخدوا باري الكبير وبيروحوا لقصر بروس وين، لكنه بيلاقي ان قصره شكله اصبح غريب عما كان بيشوفه في حاضره، وبيظهر شخص امامهم وبيرميهم باشياء في المطبخ، وبيهاجموا باري الصغير، وبيقول له باري الكبير عاوزين نقابل بروس وين، وبيكتشف ان هو بروس وين ولكن شكله اصبح مختلف، وبيشرح له باري الكبير ازاي سافر عبر الزمن ووصل لهنا، لكنه بيقول له ان شكله اختلف عن شكله في حاضره، وبيقول له بروس انه لما رجع وغير اشياء في الماضي نتج عنه خط زمني جديد وبعد زمني اخر، وبالتالي هيكون المستقبل والماضي اللي عاشه هيتغير فيه حاجات كتير، وهي نظرية معروفة من نظريات الأكوان المتعددة. وبيقول له زي قطع المكرونة كل خط في اتجاه معين لكنهم بيتلاقوا في نقاط معينة، وبيقول له أنه تسبب في تغيير نسيج الزمكان وغير حاجات كتير في الماضي والمستقبل، وبيطلب منه باري الكبير يساعده لمواجهة زود، لكن بروس بيقول له أنه كبر في السن وأصبح متقاعد، وبيروحوا لمخبأ باتمان عشان يلاقي عن طريقه سوبرمان، وبيشوف كل أجهزة باتمان وبيبحث عن اسم سوبرمان كلارك كينت، لكن بيندهش أنه ما بيلاقيش أي شخص بالاسم ده، وبيشوفوا سيارة باتمان ومعداته، وبيقول باري لبروس أنه فهم من نظرية الأكوان المتعددة إن كل شيء حصل في الماضي أو في المستقبل هيحصل مرة تانية لكن بشكل مختلف، وبيقول له إن المفارقة الزمنية حصلت بسبب إنه رجع عشان ينقذ أبوه وأمه، وبيقرر بروس يساعده لأنه هو كمان فقد أبوه وأمه وهو صغير، وبيرتدي بدلة باتمان وبيركب بيهم الطيارة بتاعته وبيسافروا لروسيا، لأن باري وصلته معلومات إن في مرتزقة خطفوا شخص هناك يحتمل انه يكون سوبرمان، وبيدخلوا مختبر سري في روسيا وبيهاجمهم الحراس الموجودين فيه، وبيستخدم باري الصغير سرعته اللي اسرع من الرصاص وبيتفادوا طلقات الرصاص، وباتمان بدلته معروفة ضد الرصاص وبيهاجم كل الحراس وبيقضي عليهم، وبيدخلوا المكان اللي محبوس فيه سوبرمان، وبيجرب باتمان الرقم السري لكنه بياخد منه وقت طويل، وبيستخدم باري الصغير سرعته وبيدخل أرقام بسرعة مهولة وبينفتح المكان، بيلاقوا بنت على وشك الموت وبتحتضر،
وبياخدوها وبيهربوا، وبيقابلوا حراس آخرين وبيهاجمهم باري الصغير، وبيرمي عليهم باتمان قنبلة غاز وبيهربوا، وبيضع باتمان قذيفة أسفل الأسانسير وبتقذفهم للسطح بسرعة، لكن عند وصولهم بيلاقوا حراس آخرين بيحاصروهم وبيصوبوا عليهم الأسلحة، وفجأة البنت اللي أنقذوها بتهاجمهم وبتطير وبتهاجم القناصة اللي بيصوبوا عليهم من بعيد، وبترجع تهاجم كل الأشخاص اللي بيحاصروهم، وبتتمتع بسرعة بتوازي سرعة فلاش، وبعد ما بتنتهي من مهمتها بتسقط على الأرض وبتفقد الوعي. بياخدوها لقصر بروس، ولما بتفوق بتقول لهم انتوا مين، وبيقول لها باري انه بيبحث عن كلارك كينت او سوبرمان، وبتقول لهم انه يبقى ابن عمها، وانه ما قدرش ينزل على الارض بسفينته، وان سفينتها هي اللي نزلت، وبالتالي الاختلاف في الاحداث نتيجة بعد زمني جديد تولد عنه ظهورها بدل من سوبرمان. وبيتضح ان جنرال زوب بيدور عليها هي ومش سوبرمان في البعد الزمني الجديد والمختلف. سوبر جيرل بتقول لهم انها بتكره البشر لانهم حبسوها وعذبوها، وبتطير وبتسيبهم، وبتروح سوبر جيرل المكان اللي فيه جنرال زوت، وبتشوف سفنه بينزل منها سفن تانية اصغر، وبينزل بجيوشه عشان يدمر الارض، وبيقتل كل القوات اللي فشلت في العثور على سوبر جيرل، وبيحاول باري يتعرض لصعق البرق عشان ترجع له قوته السابقة عن طريق جهاز بيولد صعقات برق، وبيتعرض له لكن بدون أي نتيجة، وبيتعب جدا، لكن بتيجي سوبر جيل وبتاخده وبتصعد بيه للسماء، وبتعرضه لصعقات البرق وبتنجح، وبيستعيد باري قوته. بيدهم باري الصغير بدلة من بدل باتمان باللون الأحمر، وبيصنع منها بدلة له، وبيدي باري الكبير الخاتم بتاعه، وبتعرف سوبر جير لأن فيه في البشر ناس صالحين زي باري وبروس اللي أنقذوها، وبتقرر تساعدهم في القضاء على زود، وبتهاجم صواريخ زود، وجيش كبير من الأرض بيواجه جيوش زود، وبينضم فلاش الكبير والصغير للمعركة وبيهاجموا جيوش زود، وبيحاول زود يدمر الأرض عشان يرجع كوكبه للحياة، وبتسأله سوبر جيل عن كلارك كينت أو سوبرمان، وبيقول لها إنه مات أثناء ما كان عاوز يستخرج منه حمضه النووي عشان يعيد بناء كوكبه، وبتغضب بشدة وبتهاجمه، وبيحارب باتمان بسفينته ومركبات زود، وبيهاجم فلاش الكبير والصغير جيوش زود، وبتهاجم سوبر جيل لزود بشدة، وبيسقط وبتحاول توصل لجهاز التحكم اللي في إيده عشان توقف هجوم جيوشه، لكن زود بيطعنها وبيحاول يسحب منها حمضها النووي، وبتتصاب سفينة باتمان بقذائف وأصبح على وشك السقوط، وبيقرر أثناء سقوطه يصطدم بسفينة زود عشان يقضي عليه، وبيسقط بسفينته عليه وبيصدمه، لكن بيموت باتمان وسفينة زود ما بتتأثرش لأنها قوية جدا، وبيسحب زود الحمض النووي من سوبر جيرل، وبيركب سفينته وبيمشي، وبيلاقي فلاش الصغير سوبر جيرل ماتت، وبيقول فلاش الصغير الكبير يرجعوا بالزمن ويغيروا الأحداث وينقذوا سوبر جيرل ويهزموا زود، وبيرجعوا بالزمن عشان يغيروا الأحداث، وبيطلب فلاش الكبير من باتمان ينزل من سفينته، وبالتالي يعيش وما يموتش، وبتتحطم سفينته، وبيروح فلاش الصغير والكبير يهاجموا زود، لكنه بيهاجمهم وبيقتل سوبر جيرل للمرة التانية، وبيحاول فلاش الصغير يرجع بالزمن أكتر من مرة ويغير الأحداث، لكن بتتكرر نفس النتيجة في كل مرة، وبيموت باتمان وسوبر جيرل في كل مرة، وبيحاول باري الكبير يقنعه أن مفيش فايدة، وأن نتيجة أحداث الماضي واحدة ما بتتغيرش، لكن باري الصغير بيقرر يحاول لآخر مرة، وبيظهر الشخص الغريب اللي هاجمه قبل كده، وبيسأله انت مين، وبيهاجمه باري الصغير، وبيسقط قناعه، وبيتضح انه باري الصغير تقدم به السن ومازال بيحاول يغير احداث الماضي عشان ينقذ سوبرمان وسوبر جيرل وباتمان وينقذ العالم، حتى تقدم به السن واصبح شخص عجوز، لكنه بيفشل في كل مرة،
ونتيجة انهم اتقابلوا هما التلاتة بيحدث اضطراب في نسيج الزمكان، وبيشوفوا امامهم ازمنة مختلفة وعوالم متعددة، وبيشوفوا نسخ كتير من سوبرمان امامهم، وبيصبح في خلل في نسيج الزمكان، وبيحدث تداخل في العوالم المتعددة. وباري العجوز بيقول لباري الكبير: انا هاجمتك قبل كده لو تفتكر، ودخلتك لزمني وانت عاوز تمنعني، وبيحاول يقتله لكن بيحميه باري الصغير، وبياخد الطعنة بداله وبيموت، وبالتالي بيتلاشى باري العجوز وبيختفي. وبيقرر باري يرجع بالزمن ويلغي التغيرات اللي عملها في الماضي وتسببت في كل الكوارث اللي شافها، وبيرجع بالزمن للسوبر ماركت وبياخد برطمان الصلصة تاني من عربة أمه وبيرجعه تاني على الرف، وبينظر للكاميرات وبيرجع تاني لزمنه الحاضر، وبيروح للمحكمة عشان يحضر الحكم النهائي في قضية أبوه. والمفروض إن وجه أبوه مش بيظهر في كاميرا السوبر ماركت عشان تتأكد المحكمة إنه كان خارج البيت أثناء موت أمه، لكن بيرفع هنري وجهه وبيظهر في الكاميرا وبتتأكد براءته. والسبب إن باري لما رجع بالزمن عشان يلغي اللي عمله، وضع علب الصلصة في رف أعلى عشان يظهر وجه أبوه في الكاميرا لما يجيبه، وبيتصل بيه بروس وبيبارك له على براءة والده وبيطلب منه يشوفه، وبيجي بروس لكن بشكل تالت بسبب التعديل البسيط الأخير اللي عمله باري في الماضي. كل الأحداث اللي شفناها مبنية على نظريات علمية، وعشان تفهم كويس النظريات العلمية اللي في الفيلم عن السفر عبر الماضي، وضعت لك رابط فيديو في صندوق الوصف بشرح فيه كل النظريات اللي في الفيلم عشان تعرف تفهمه، وياريت تقول لنا رأيك الجميل في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.